لو سيستم دانفورماسيون بيان النظام المعلوماتي اللي الوزاره كتشتغل عليه غادي يمكن اولا من تسجيل المعطيات وجميع الاجراءات الطبيه اللي كدار على المريض في المستشفيات والمراكز الصحيه. كذلك غتمكن من وضع واحد ملف طبي الكتروني سيمكن وسيسهل عمليه سيروره العلاجات لا كونتيني دو سوا، وذلك باعطاء الامكانيه للأطباء لتتبع والولوج إلى هذا الملف الطبي لمعرفة الهيستوريك ديال هذا المريض. وكذلك سيمكن من دعم الرعاية الصحية وتسهيل عملية التكفل بالمريض لا بريزون شارج ديال هذا المالات، وكذلك بتسريع عملية تعويضه، وذلك بربط هذا النظام بالنظام المعلوماتي بنظام معلوماتي ديال سانسس. لإنجاح هذا الورش الكبير قامت الوزارة بمجموعة من التدابير من بينها تجهيز هذا لي سونتر سونتي والمستشفيات بالحواسيب لي زورديناتور، بالشبكة انفورماتيك لو ريزو انفورماتيك لا ليزون ديالو بالانترنت، وكذلك لحماية هذه المعطيات ديال المرضى، وكذلك لحماية لو سيستام قامت بوضع واحد النظام متطور للحماية بوغ لا سيكوريتي انفورماتيك اللي غادي يقدر به كنحميو المعطيات الشخصية ديال المرضى. للمرضى من كي غادي يسهل عليهم من كيجي السونتر سونتي كيتسجلوا المعلومات ديالو وغيتعطى لهم واحد لو كود، هذاك ليدونتيفيون داك الرقم هو اللي غادي يبقى به كيتبع يقدر يمشي للوبيتال غيتعطى داك لو كود. اي طبيب يقدر يشوف لو دوسي ديال هاد لو باسيون بلا ما يحتاج هذاك لو باسيون اشاك فوا يجيب الدوسي ديالو اون بابي ومجموعه من الاوراق ومجموعه من لي كليشي لي سكانير، دونك كتجمع له لي دوسي ديالو كامل في ان دوسي الكترونيك اللي غيكون ساهل واكسيسيبل بيان سير با توت اون غاردون لا سيكوريتي.